هاقد أثمرت فاكهة الموز بعد نجاح زراعتها في البصرة هنا على يد مختصين باستخدام التقنية النسيجية. ولأن الموز شجرة تعيش في المناطق الاستوائية، جرى أقلمتها لتلائم البيئة العراقية كملوحة المياه والتربة. البصرة مشتهرة بزراعة النخيل، فيمكن زراعتها جو النخيل لأن يحتاج الظل. فمثلا نخلة بين نخلة ونخلة مثلا 10 أمتار تقدر تزرع بيناتها موز وتستغل هاي، لأن الموز قلت لك خلال 6 أشهر إلى سنة ينتج. شتلات الموز هذا من صنف قصير الساق جلبت من مصر وتم إكثارها في مختبرات الزراعة النسيجية هنا. عبد العظيم أحد أعضاء الفريق يقول إنهم يخططون لجعل البصرة تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج الموز، ذلك لتغطية حاجة السوق العراقية. جلبنا البراعم النسيجية من جمهورية مصر العربية صنف جراند 9، وهذا الصنف قصير الساق. فجلبنا تقريبا 3 قناني، وهذا القناني دخلناها للزراعة النسيجية وكثرنا الشتلات. بالسنة الأولى أنتجنا تقريبا بحدود 250 شتلة. شجرة الموز الواحدة تنتج ما بين 40 إلى 50 كيلوغرام، مما تعرف بفاكهة الفلاسفة والحكماء، فيما تنتج كل 10 فسائل حوالي 200 شجرة من الموز عن طريق إكثارها بالزراعة النسيجية. من يدري، ربما تنافس مستقبلا أشجار الموز هذه أشجار النخيل التي تشتهر بزراعتها البصرة، وهذا من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل للعاطلين، فضلا عن زيادة مدخول المزارعين. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.